أجهزة الاستشعار هو جهاز استشعار السرعة. يحتوي مستشعر توقيت السرعة على مغناطيس دائم وملف من الأسلاك يؤدي التغيير في المجال المغناطيسي لجهاز الاستشعار إلى إحداث جهد في المستشعر. يقرأ ECM الزيادة والنقصان في الجهد كإشارة، حيث يقوم ترس عمود الحدبات بتدوير أسنان الإشارة المصبوبة في الترس. يمر عبر المجال المغناطيسي لمستشعر توقيت السرعة. يقوم المستشعر بتوليد جهد إشارة، حيث أن كل توقيت يمضي الوقت بين هذه الإشارات لتحديد مدى سرعة تشغيل المحرك لجميع الأسنان بشكل متساو ليكون زوجا واحدا إضافيا. هذا الإضافة الإضافية للإشارة الإضافية إلى أعلى مركز ميت إلى ECM، لأن مستشعرات السرعة تستخدم مغناطيسا داخليا وملفا لتوليد جهد إشارة، أنها لا تتطلب جهد إمداد من ECM. يستخدمون أيضا سلكين فقط بدلا من الأسلاك الثلاثة للعمل في مستشعرات الضغط والموضع تستخدم المحركات الأحدث. مستشعرات مزدوجة السرعة لكل منها سلك عمود الحدبات والأخرى لمحرك العمود المرفقي والمحركات القديمة تستخدم مستشعر سرعة ثلاثة سلك واحد لتروس عمود الحدبات في نظام المستشعر المزدوج، ولكن يتم استخدام تروس عمود الحد من تحديد توقيت الحاقن أثناء بدء تشغيل المحرك بعد بدء تشغيل عمود الكرنكي، لأنه يتيح إشارة أكثر دقة واستقرارا مع نظام الاستشعار المزدوج الجديد. إذا فشل أحد أجهزة الاستشعار، فسوف يقوم ECM بوجود الدخول إلى خطأ نشط أسفل المحرك، وسيستمر تشغيله باستخدام نظام الاستشعار الفردي الأقدم. لن يعمل المحرك إذا فشل جهاز استشعار السرعة في المراجعة.